هكذا وببساطة قتلت نايا حنة، ابنة 7 سنوات التي كانت تلهو في المدرسة الصيفية بعد أن حطت رصاصة طائشة في رأسها، رصاصة ناجح يحتفل بنتيجة شهادته الرسمية. بعد 23 يوماً على الحادثة أسلم جسدها الهزيل الروح بعد صراع مع الغيبوبة والرصاصة التي استقرت في مكان حساس في دماغها. احتراماً لقرار أهل نايا، فضلت كاميرا الأم تي في البقاء بعيداً من الكنيسة التي تجرى فيها مراسم الدفن. أقارب وأصدقاء توافدوا لتقديم واجب العزاء لأهلها المفجوعين على رحيل نايا. هم من سعوا رغم الصعاب في لبنان إلى تأمين حياة كريمة لابنتهم والرفاهية التامة من خلال النشاطات الصيفية عوضاً عن إبقائها في المنزل، ليأتي بالمقابل أهل يحتفلون بأولادهم بطرق غير شرعية وبعيدة كل البعد عما يسمى بالأفعال الإنسانية، بل أفعال قاتلة. أمام المشهد هذا لابد من التذكير أن القانون رقم 71/2016 يجرم إطلاق الرصاص في الهواء في حال أدى إلى الموت، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وغرامة من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى للأجور. القانون في لبنان يصاغ لكن لا يطبق، في كل مرة يبقى حبراً على ورق لتسود شريعة الغاب بالمقابل. لذلك سيناريو ضحايا الرصاص الطائش لا نهاية له ما لم يعاقب المجرمون، والأرقام التي تسجل خير دليل على ذلك، إذ بحسب التقارير المعدل السنوي لضحايا الرصاص الطائش يقدر 7 قتلى و15 جريحاً. كلنا في لبنان مشاريع قتلى في ظل غياب القانون والدولة والأمان.